في مقتطف تاني برضه عايزين نعرضه عليكم، وأنا أشوف إن المقتطف ده هو جزء من فلسفة الجمهورية الجديدة. فلسفة اللي يمكن الرئيس دائما كان بيتكلم على شعار بالعلم والعمل نبني هذا الوطن، العلم والعمل نبني هذا الوطن، وفي أكتر من مرة الرئيس اتكلم على العلم والعمل. اللي انتوا تسمعوه بعد شويه بياكد ده يعني الرئيس وهو بيتكلم على انه هو عاوز يبقى الدوله تبقى دائما حريصه على انه يبقى في تخريج طلبه وطالبات من خريجين الليسانس يبقى كمان معاهم دبلومه ويبقى معاهم ماجستير وما الى ذلك لانه الرئيس من وجهة نظره شايف أن الدولة لازم تبقى حريصة جدا على التطور في الأداء وعلى مستوى التأهيل العلمي كذلك التأهيل البدني خلينا نشوف الرئيس قال ايه بالظبط ونرجع نكمل الكلام. لابنائنا الخريجين بقول لهم بتمنى لكم التوفيق بهنيكم بدأت مهمتكم بعد تخرجكم وبعد ما تحصلتم على ما يلزم من تدريب وعلوم تؤهلكم لاداء مهمتكم بشكل مناسب وبشكل يعني يسعدنا كلنا زي ما انتم شفتم كده وزي ما بقول ان احنا النهاردة بنخرج طلبة وطالبات من خريجي الليسانس معهم الدبلوم والماجستير وده معناه ايه يعني معناه ان احنا بنطور في اداء ومستوى التأهيل العلمي بالاضافة طبعا للتأهيل البدني اللي بيتم المهم ان انتم هتتعاملوا مع مع مواطني مصر سواء المواطنين اللي هم المواطنين العاديين او حتى المواطنين اللي بيخرجوا عن السياق مهم جدا جدا ان احنا نلتزم وننفذ ونحترم دولة القانون والمعايير اللي انتم تعلمتوها هنا في الكليه